وبركاته. شراكم بسباك وزالي بيان جسباك لا فيديو تاعي تلقاكم مهنيين. فوالا دونك اليوم جبت لكم اون غوسيت تري سامبل رابيد كي العاده ولا بعيد. دونك اللي هو عباره عن كاشير بالزيتون الخضر فوالا ولا باتي كيما تحبوا. دونك فوالا نبدا بالغوسيت تاعنا اليوم. واش نسحقوا؟ نسحقوا 300 غرام. شوفوا من 300 غرام حتى 350 غرام، 300 حتى 350 غرام نتاع الدجاج يكون هنا ملح. شوفوا هنا شيت اسمها بلون دو بولي وريحتو بالميني اشوار تاعي. دونك اذا عندكم ميني اشوار كي حالتي كحو غير بلاقبكم دو بارتي قسموه. اذا عندكم اشوار روبوس وصحيح دونك فوالا فونسي يعني ديروهم عليكم غامضين. دونك نسحق هنايا من 300 حتى 350 غرام نتاع اسمه تاع الدجاج تاع الصدر دو بريفيرونس الصدر. زيدوا هنايا 3 حبات تاع ولاد الدجاج. شوفوا كما انا صغيورين جبت 3 مي هي تقدر زوج يكفوكم. دونك فوالا دوك او فيغ ا ميزور كي نبداو لا غوسيت نديروها لكم نوريكم كيفاش لا تيكستور اللي لازم تلقاوها. فوالا نسحق هنايا شويه تاع الثوم، ربع كاس نتاع الزيت، 3 مغارف نتاع الدقيق الرطب، ولي زيبيس هنايا واش انا رايح ندير. دونك شوفوا معايا عندي فلفل عكري، عندي كركم، عندي شويه تاع الكوري ما نديروش بزاف، ملح، فلفل الكحل والكمون، يعني يجي البنات توب 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 ومليح وما كاينش كيما تاع الدار. وعلى بالك بلي 100% دجاج دونك ما فيه حتى حاجه واحده اخرى. دونك فوالا وعندي هنايا مع الاخر الزيتون اللي حنسحقو باش نديرو الداخل. نسحقو كاع الفيم اليمونتير ولا الالومنيوم. انا هنايا الكسكاس تاعي درتو درت الماء سخون وجدتو باش غير انروليوه نديرو فوق نديرو في داخل الكسكاس ونخليه يطيب على راحتو. دونك فوالا نبدا بالمقادير تاعنا، نبدا مقادير نبدا بلا بريباراسيون. دونك واش نسحقو؟ نسحقو هنايا الدجاج تاعي نحطو هو الاولاني فوالا هكذا. نزيد الزيت اللي قلنا 4 كاس. نسحق هنايا تاني زوج حبيبات تاع ولا الدجاج. دونك هنا نديرو زوج غادي نشوفو هكذا. نسحقو لي زيبيس ونسحقو هدايا مي نخلو مع الاخر. بون هنايا نجيب اسمو لا بوتيت راب تاعي باش نسكر في الثوم. البنات والثوم بلا كنت نساوه، انا خطره ما نسيتو ما درتوش ما عطانيش هذاك لو كول لي يعني تاع الكاشي كما نعرفو حنا كامل. هانا ما تنساوهش قولي ديرو بودره تاع الثوم نورمال اذا ما كاش عندكم الثوم هكذا يا راه نقولو حنايا حبات. فوالا دونك نبدا نحركو. دونك انا نحركو مليح هاد اليد. دونك كيما راكو تشوفو نخلطو مليح هكدا. شوفو تحسها كوم اون كريم. نبدا ندير الدقيق تاعي. هادي لا تيكسيغ لي نسحقوها. شوف دوك هنايا شحال عندي درت غير زوج. دوك فوالا من زوج حتى 3 بخي سا ديبون. دوك تجي الفيلم اليمونتيغ تاعي على يمينا ندوني ليكم. دوك فوالا كيما كتشوف هنايا درت زوج ورق تاع الفيلم اليمونتيغ. دوك نبدا نيطالي هدايا. دونك فوالا عاود بدلت جبت اون سباتول و نيطالي هكدا.
دوك نحط هاد الزيتون تاعي، سي نحطو في الوسط باش يجيني الشباب كي نقطعو. Voilà. عندكم برك خلوه يبرد، ما تكونسوميوش تبرد، دونك مو تلفو لكم خلوه. دونك هنا واش ندير، شوفوا هكا نغلقهم هكذايا، هكذا هكذا هكذا، واش غادي ندير يجيكم كيما ان بودا. دونك نبدا دوك نزير فيه، هذا هي المومون كروسيال كما نقولوا. ونبدا نزير هنا هكذا، نبدا نزير وسي كيفاش نخليه يجيني السمك تاعو كبير هكذا. هكذايا نخرجو من غلقو، نزيرو مليح. هلا هكذا، ونغلقو من هنا كيف كيف. دونك خلاص هكذا باش نزيد نضمن بلي ما رايح يصالو والو. واش ندير، نديرلو الالومنيوم. هنا راه واجد. دوك انا واش ندير، نحطو فوق الكسكاس وعندولي ليكم. دوك فوالا لي شي، انا كسكاس تاع شي صغير كما راكم تشوفوا، مي نتوما كي يكون كبير يجي بزاف شباب، يجي طوب. دوك هاوليك، دوك واش نديرو، نخلوه يفور هكذا حتى وين من بعد كي تدخلو الموس تخلوه ابري واحد من 45 دقيقه حتى ساعه، فوا حتى تقدر تقول حتى ساعه وربع. من بعد لي طيب لكم تنحيوه، تنحيو الكاغط وتخلوه يبرد، تخلوه يبرد باش تقطعوها، تخلوه يبرد ومن بعد تكمر ما يبرد لكم تقطعوه ويجي بزاف بزاف هايل. الشكل النهائي تاع لو باتي تاعنا ولا تاع الكاشير يجي بزاف مليح مليح البنات. شوفوا انا خليته برد تماما، خليته ليله كامله غدا من داك باش قطعته، وشوفوا كيفاش لو ريزولتا، يعني صحي بنين ومدير في الدار. يعني باش نزيد نقول لكم على بالكم باش مخدوم يوتو وبس، ماشي حاجه اللي واعره. فوالا هاد الحقنا انا فات على فيديو تاعي، جيسبر كو لا فيديو عجبتكم. ما تنساونيش بلي جيم ولي لايك، اشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، وطلب بزاف راحتكم. بقاو على خير.